اليوم تكمل البيع وتخلصنا من البيت الشؤم هذا. بس يا ماما البيت من غير بس يلا. حياكم الله. الله يحييك. عندي اليوم لكم حاجات مرة كويسة. الفيلا مساحاتها جدا كبيرة وبتطل على البحر ومنظرها مرة جميل. في مساحات خضراء؟ فيها مساحات خضراء. وفي أمن؟ فيها أمن وأمان. هذه المنطقة تبعد عن البحر 100 متر بس. هذا البيت تصميمه المعماري جميل وحديث. هذول هيكونوا جيرانكم، ناس طيبين وفي حالهم، ما يسمع لهم حس. أنا لحد متى هقعد أكذب على الناس كذا؟ والله شكلهم مو حقهم بهدلة. العيلة هذه استغفر الله بس، ولا جرائم القتل اللي ما فات عليها كم يوم. خليني ساكت بس. على بركة الله، هل اشترينا؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك.